ليس لدي اخبار، ما عنديش حاجه اقولها لكم النهارده. لا هكلمكم عن مظاهرات الاخوان، ولا اللي اتحبسوا من جامعه الازهر، ولا العشره ملايين الخسائر، ولا رئيس جامعه الازهر اللي قال ان هم اللي دخلوا كانوا داخلين يسرقوا، ولا التكلفه العشره ملايين جنيه اللي اتعملت دي عشان ايه ومين هيدفعها، ولا قرارات الحكومه النهارده بان الامن هيقف بره الجامعات خلاص وساعه ما نقول له بسك هيدخل، ولا تجديد حبس الالتراس، ولا حاجه خالص. ولا هقول لكم ان الرئيس رجع بالسلامه من رحلته الى الكويت والامارات، ولا هفسر ماذا وراء لقاء الرئيس الاماراتي وولي العهد بامير قطر في هذا التوقيت وقبل زياره الرئيس المصري، وهل وراء هذا ما وراءه. مش هقول لكم اي حاجه، مش هقول ولا خبر، هقول بس مش دلوقتي. مش هقول لكم ولا خبر لاننا في مصيبه، لاننا امه في خطر. احنا مضيعين وقتنا وقاعدين نجري ورا مظاهرات، بس مش بنجري النهارده، احنا بنجري بقالنا اكتر من 60 سنه بنجري ورا الفاضيه، وبنستنزف اوقاتنا وفلوسنا وعلمنا وخبراتنا في اشياء تافهه، وتظل مشكلتنا كما هي كبيرة وبنصغرها. النهاردة نحن أمة في خطر، أمة في خطر علشان ما عندناش تعليم. آخر تقرير طالع من المؤتمر الاقتصادي العالمي ديفوس بيقول إن جودة التعليم، مصر هي الدولة الأخيرة في العالم، واخدين رقم 148. صوتي يا اللي أنت غرمانة، مش زغرطي يا اللي مش غرمانة، لا صوتي يا اللي غرمانة. إحنا محتاجين نصوت عشان احنا حالنا زفت، احنا في خطر، ما عندناش تعليم. النهاردة انا هناقش التعليم، وكل يوم هناقش حاجة تهمكم وانتم شركائنا في هذه الحلقة. احنا هناقش التعليم من الكيجي لحد الثانوية العامة، هنناقشه من شنطة المدرسة لحد المناهج التعليمية اللي ملهاش لازمة، اللي بتحشي دماغ الطالب وبتقول له احفظ 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 وبعدين تعالى طلعهم في الامتحان وامشي، في حين ان كل المعلومات موجودة في الكمبيوتر، دوس على الزرار هتلاقي كل المعلومات. مش محتاجين نحفظ، ومش عايزين نغير دماغنا، خلاص استسلمنا لهذه الفكرة. طه حسين من زمان قال ان التعليم عمره ما هيتصلح طول ما الوزارة دي فيها كراهية في الداخل، كان بيتكلم عن الإدارة. احنا النهاردة بنقول نفس الجملة. تشرشل لما سألوه بعد الحرب العالمية الثانية وقالوا له البلد خربت، بريطانيا العظمى خربت، قال لهم طب قولوا لي اخبار القضاء والتعليم ايه؟ قالوا له كويسين، قال لهم لا ما تقلقوش يبقى البلد دي في خير. معنى كده ايه؟ ان البلد دي في مصيبه؟ القضاء عندنا فيه مشاكل، ورجال القضاء هم الذين يقولون ذلك، ماشي. التعليم فيه كارثه، فيه مصيبه. اذا عرفنا ان احنا بنصرف 65 مليار جنيه من ميزانيه هذه الدوله على التعليم، 10% منها فقط على المقررات والمناهج والتطوير والجودة وخلافه، 90% منها رايح رواتب، وياريت بيقبضوا. ده المدرس بيتشغلل ويتمخلل ويرفع راسه بياخد بما يعادل 100 دولار. في مدرسين بيشتغلوا ب 100 جنيه وب 120 جنيه بس، في مدرسين بيشتغلوا ب 1000 جنيه 1200 جنيه وبعدين نقول له ما تديش دروس خصوصية. إذا عرفنا أن عندنا في هذه المرحلة التعليمية ما يزيد عن 18 مليون طالب، ما يغركوش الكام ألف اللي في المظاهرات، 18 مليون طالب. إن عرفنا، أنا أقول لكم بس بعض الأرقام. المدرسين في مصر 1,100,000 مدرس، دول اللي بياخدوا 90% من إجمالي 65 مليار جنيه. عندنا 18.3 مليون تلميذ في مدارس ما قبل التعليم الجامعي. المتسربين من التعليم خليهم، المدارس الحكومية بتمثل 91%، الباقي مدارس خاصة. عدد المدارس على مستوى الجمهورية 47,500 مدرسة، منها 87% مدارس حكومية. متوسط كثافة الفصول في هذه المرحلة 43، ده في الابتدائية بس، 43.3 في الفصل الواحد. النهاردة بوابة الأهرام عاملة تقرير نقلا عن الفرنس بريس، وكالة الأنباء الفرنسية، بتتكلم فيه جايبة نموذج لمدرسة
المدرسة دي اسمها مدرسة جابر الصباح أمير الكويت الراحل. تفهموا من الاسم إيه؟ المدرسة دي كانت جاية بمعونة أو بدعم من دولة الكويت. بتكلم عن إن الفصل فيه أكتر من 50 طالب، إن التختة الدكة بيقعد عليها في المتوسط 5 طلاب. طبعا جايبين مدرسين يقولك أنا هعرف أشرح إزاي، هعرف أتكلم مع الطلبة إزاي، هعرف أعمل إيه أساسا. ده يعني لو قال لهم بس يا واد انت وهو هتكون الحصه خلصت، الحصه اساسا ما بتكملش وبادئين دراسه متاخر وبلد 3/4 اوقاتها اجازات، هيبقى فيها تعليم؟ هنتقدم؟ عمرنا ما هنتقدم. نحن امه في خراب وملهاش علاقه، عشان بتوع الاخوان يقول لك شفتوا اهو بتاع ال 30 يونيو بيقول لك احنا امه في خراب بسببكم برضه، ما انتوا جزء من الخراب، انتم جزء من تخلف هذا البلد وحرصكم على تخلفه، ولما مسكتم ما فكرتوش لحظة في التعليم. انتوا فكرتوا ازاي تحتفظوا بهذا البلد جاهل، لان الجهل يصب في مصلحتكم، لان اي حد عاقل او بيفهم عمره ما هيجيلكم وهياخد باله من ان انتم ادوات تعتيم مش تنوير. طيب هو انتوا اللي كنتم معطلين الدنيا؟ بصراحة لا، انتوا جزء من العطلة، جزء من الانشغال بقضايا تافهة وهامشية في بلد عنده أزمة في الطعام وعنده أزمة في الصحة وعنده أزمة في التعليم. شعب مريض عنده أعلى نسب أمراض، عنده نسب أمية عالية جدا، ولما جه يتعلم مفيش جودة في التعليم، في رداءة في التعليم. لا أنقل لكم إحباطا، أنا جاي النهاردة أقول لكم أمل إن احنا لازم نشتغل، ونشتغل على التعليم، ونشتغل إزاي، والمجتمع المدني يبقى له دور إيه.